هي اللي كدير لها بقاش كتبع بيدي تتبع سمعك وتجيب بحال اللي قلت لها عطيني بالون ما فهمتلاش هو البالون ملي تنقول لك عطيني الصاك وما شفتش فيه وما حركتش دوك المخ تيشوف شنو هو الصاك وتيحطو في بلاصتو تيقلب عليه وتيقول خصني نعطيه تنمشي نهزو وتنعطيك شوف دوك شحال علاش انا قلت لك هكا دونك اول حاجه تنصحو بلا حركه ديك اجي لا بالك ديما تعلم تهضر كيدك هكا وما كتشوفش خلال تفقس ملي كتبغي الحاجه بغيت واقيلا بغات حلوه هاك. أميمة أكدي باحثة في سلك الدكتوراة ومؤسسة جمعية نبراس لرعاية الأطفال المميزين. فكرة قافلة نبراس جات من بعد أننا شفنا أنه بزاف ديال الأطفال كيضيعوا للأسف وكيتأخروا بزاف في مسيرة العلاج ديالهم بسبب أن التشخيص كان عندهم متأخر بزاف. فأول لبنة كيف ما كنقول دائما ديال علاج أو لا تحسين سلوك ديال الطفل المميز أو الطفل التوحدي بالخصوص هو التشخيص المبكر. فقافلة نبراس هي خطوة كانت بشراكة مع مؤسسة سفير اللي الهدف ديالها هو أننا نعاونوا بعض الوليدات ديال الأسر اللي يعني المستوى الاجتماعي ديالهم نوعا ما صعب ما كيخولهمش أنهم يتنقلوا حتى للرباط ويشوفوا أطباء يعني متخصصين. فاحنا بغينا نسهلوا عليهم هذا الأمر هذا ونخفوا شوية من وطأة يعني الصعوبة ديال هذا يعني خطوات باش يحسنوا من الحالة ديال الطفل ديالو. وإن شاء الله كنتمنى أن هذه المبادرة تستمر بالتعاون مع مجموعة ديال الجهات واللي أولهم المصحة الدولية ديال طنجة مشكورة لأنها استقبلتنا وضيفتنا وكانت أحسن مضيف لقافلة نبراس وإن شاء الله نشوف نسخ أخرى بإذن الله. بالنسبة للفكرة ديالي كانت قبل صراحة الله ما كنتش عارفة كيفاش نتعامل معها ما كنتش عارفة أصلاً ما كنتش عارف الحالة ديالها بالضبط. طرحت له شنو الحركات اللي كتعمل شنو التصرفات اللي كتعمل من شرحت له يعني شخص لي الحالة ديالها كيف شنو فيها بالضبط وعطاني الحلول قال لي شنو تعمل بالنسبة للترويض بالنسبة للتنعاس بالنسبة لبزاف ديال الحاجات يعني صافي افتح لي مخي على شنو غادي نعمل لها بالضبط ان شاء الله كنتمنى تتحسن الحالة ديالها. السلام عليكم. دونك انا الدكتور الادريسي ياسر انا هو المدير الطبي لمصحة الدولية بطنجة. دونك اسمي واسم جميع عمال مصحة الدولية طنجة كنرحب بهاد الفكرة وبهاد الناس ديال الجمعية ديال نبراس اللي جابوا هاد الاطفال مسكنين عندنا باش نشخصوا لهم الحالة ديالهم ديال مرض التوحد ولا الامراض المميزه الاخرى. دونك الحمد لله لحد الان يعني الامور ماشيه مزيانه وكاين اطباء اخصائيين اللي جاوا من مدن اخرى باش كيشوفوا هاد الحالات ويشخصوهم. كنشكروا هاد الجمعيه هادي ونتمنوا عاوتاني في ان شاء الله فرص اخرى يجيو جمعيات اخرين حتى هما باش يشخصوا حالات مرضيه اخرى عندنا في هاد المساحه الدوليه في طنجه. مروان الرادي رئيس مؤسسة سفير. اليوم حنا كنتواجدوا في المصحة الدولية بطنجة في إطار نسخة ثانية من قافلة نبراس بشراكة مع مؤسسة نبراس بقيادة أميمة أكدي اللي كنشكروها على هذه المبادرة القيمة. فحنا الهدف من هذه القافلة هذه هو تشخيص الأطفال ديال اضطراب التوحد. فكيكونوا أطفال اللي فيهم حركات كيقوموا بحركات اللي هي غير معتادة على الأطفال العاديين. فحنا كنحاولوا نسهلوا على الآباء والأمهات ديالهم هذا التشخيص هذا اللي ممكن أنه يقدر يكون مكلف. فقد تم الانتقاء ديال العائلات اللي ممكن انها تكون محتاجه لهذا التشخيص هذا. الحمد لله وان شاء الله غادي يستافدوا اكثر من 35 طفل معنا في هذه القافله هذه. هذا النهار هذا استضفنا معنا الدكتور عبد الاله المدني اللي كنشكروا على التعاون ديالو معنا في هذه القافله والتطوع ديالو في تشخيص هذه الاطفال هذو. وكنشكر المصحه الدوليه بطنجه على التشارك ديالو معنا وان مفرنا الفضاء باش نقوموا بهذه القافله هذه وشكرا جزيلا.
السلام عليكم، معكم هبة الخمليشي، مسؤولة التسويق والتواصل مؤسسة سافير. اليوم احنا في المصلحة الدولية، اليوم الحمد لله غادي نساهموا في انه نعاونوا بزاف ديال الاطفال اللي العائلات ديالهم مقلقين، زعما ما عارفينش الحالة ديالهم بالضبط، فغادي نعاونوا بفضل الدكتور المدني اللي جا من الرباط، غادي نعاونوا باش ان شاء الله يشخصوا الحالة ديالهم بالضبط، وحتى الوالدين باش يطمئنوا ان شاء الله. فشكرا لكل من ساهم في هذا الشيء، ويا ربي ان شاء الله تقدرنا على انه نعاونوا اكثر عدد ديال الناس ان شاء الله يا ربي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.